لو انت في ثانوية عامة في النظام الجديد او بتحب اللغة الانجليزية وعايز تعرف الفرق بين مجموعة الكلمات اللي معانا النهاردة دي، نمبر 1 كلمة روتين، نمبر 2 ريد تيب، ريد تيب، نمبر 3 كاستمز، نمبر 4 كوستيوم، نمبر 5 كاستمر، نمبر 6 كلاينت. طبعا مجموعة كلمات مهمة جدا ومستخدمة كتير جدا في اللغة الانجليزية وبتسبب لخبطة في الاختيارات لطلبة الثانوية العامة. لو عايز تختار ما بينهم بسهولة وتستخدم الكلمات دي ببساطة، انصحك كمل معايا الفيديو للآخر كمان عشان توصل لمرحلة التمرينات وتقدر تختار ما بينهم بسهولة ويسر. اعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر سامح السيد من قناة اونلاين انجليش فور اول. اهلا بيك في الحلقة الجديدة من كورس اللانجوج نوتس، او الكورس اللي بنوضح فيه الفروق بين الكلمات المهمة والمربكة في اللغة الانجليزية. ولو اول مرة بتتابع الكورس ده، انصحك ان انت تتابع الحلقات اللي فاتت، فيها معلومات قيمة جدا هتظهر لك في الاشعارات دلوقتي. خلينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونبدأ باول كلمة معانا النهاردة اللي هي كلمة روتين. لو حبينا نعرف كلمة روتين، فانسب تعريف ليها ان احنا ممكن نقول It's a usual or a fixed way of doing things. يعني ايه الكلام ده شباب؟ يعني هي طريقة معتادة او ثابتة لعمل الاشياء. يعني مثلا انت بتصحى من النوم كل يوم لك طريقة معتادة في المورنينج او في الصباح بتاعك. يعني مثلا لو انت بتقوم من النوم كل يوم فبتعمل تمرينات، ده نوع من الروتين. مثلا بتقرأ مجلة قبل الفطار، فده نوع من الروتين. نمبر 2 معانا كلمة red tape، ولو حبينا نعرفها فممكن نقول ان هي the official rules by the government. يعني ايه الكلام ده شباب؟ يعني القواعد اللي بتفرضها علينا الحكومة، تمام؟ and they are sometimes boring، يعني احيانا بتبقى مملة جدا جدا جدا. فلما تروح مثلا تخرج بطاقة او تعمل اي حاجة في الحكومة، انت عارف ايه اللي بيحصل لك، بتقف في طابور وتجيب ورق وهكذا and so on. ده بنسميه red tape. Let's talk about word number 3, custom or customs. الكلمة كلمة custom يا شباب ليها عندي معنيين. المعنى الأول traditions in a particular area، اللي هو العادات المتبعة في منطقة معينة، زي مثلا صعيد مصر مثلا، فدي بنسميها customs أو العادات. أما المعنى الثاني عندي فهو الجمارك، لما نكون مثلا في المطارات أو في أماكن الدخول والخروج للدولة، في حاجة اسمها الجمارك اللي هي بتعمل سيرش أو تفتيش كده للأدوات اللي معانا والشنط والكلام ده، ده بنسميها كاستمز. وفي كاستمز أوفيسر اللي هو ضابط جمارك، وفي كاستمز أوفيس اللي هو مكتب الجمارك. بعد كده خلينا ندرس word number 4 أو الكلمة رقم 4، ولو حبينا نديها تعريف فممكن نقول إن هي kind of clothes، نوع من أنواع الملابس، which people wear in historical events، اللي هي الناس بتلبسها كده في الأحداث التاريخية، or in parades، في الاستعراضات. يعني مثلا في الرقصات الهندية بنلاقيهم لابسين نوع معين من الملابس، عارفين طبعا الجو ده. في الرقصات العسكرية نفس الكلام، في المواقف التاريخية نفس القصص، بتبقى حاجة اسمها costumes أو زي استعراضات. ونميز بينها وبين كلمة uniform اللي هي زي انت بتلبسه في المدرسة، ده ملوش علاقة بالاستعراض وملوش علاقة بالاحداث التاريخية. برضو اليونيفورم ده ممكن يكون زي كده موحد في حفلة، تمام، بس ده مش حدث تاريخي. فخلينا نفرق ما بين كلمة كوستيوم and يونيفورم، تمام، اتمنى تكون واضحة. بعد كده خلينا نتكلم على word number 5 او الكلمة رقم 5 اللي هي كاسمر. كاسمر is a person who buys goods، او الشخص اللي بيشتري البضائع، from a shop، من محل، store، مخزن، grocery store، او مكان بقالة. الشخص اللي بيشتري سلعة عموما بنقول عليه customer، تمام. اخر كلمة معانا كلمة client، ولو حبينا نعرف الكلمة دي فممكن نقول ان هو a person who needs service، يعني الشخص اللي بيحتاج خدمة معينة، سواء كانت الخدمة دي من place، مكان، او company، شركة، او from مثلا، يعني ممكن نقول profession، من تخصص معين، زي مثلا العميل عند المحامي، ده كده بنسميه عميل ولا زبون، الافضل يبقى عميل. عند مثلا طبيب، ده برضو مش زبون، يعني هو مش بيشتري سلعة ولكن هو محتاج خدمة معينة، فده بنقول عليه client او بنقول عليه عميل. اتمنى تكون الفروق واضحة، ولو واضحة معاك تعال نخش على الاكسرسايزز او التمرينات. وبعد ما خلصنا الفرق بين الكلمات دي، تعالوا نشوف هنقدر نحل عليهم ونختار ما بينهم بسهولة في التمرينات ولا لا. طبعا معانا دي أمثلة ومعانا الكلمات اللي هنختار منها يا شباب. تعالوا نشوف example number 1
exercise has become part of my daily. ها انا سامع الناس بتقول ايه؟ ها شباب سامع الناس كلها بتقول ان التمرين ده اصبح جزء من الروتين اليومي ليا، فانا هنا محتاج ها روتين هي الاجابه السليمه. طب ليه اخترنا روتين؟ لان التمرين ده او التمرينات حاجه شخصيه انا بعملها كل يوم او بنظام ثابت، ففي الحاله دي انت محتاج كلمه روتين. خلينا ناخد المثال الثاني ونشوف الاجابه السليمه او هنختار ايه من الكلمات دي. المثال بيقول لي have to go through endless space to get a residence permit، وكلمه residence permit هي تصريح او اذن اقامه. هتختار روتين red tape ولا customs ولا costume ولا customer ولا client؟ اتمنى تكون الاجابه واضحه يا شباب. ها من خلال اللي احنا شرحناه طبعا الاجابه السليمه وصلته طبعا هتبقى red tape، لان طبعا كلمه residence permit تصريح او اذن اقامه، وده بيدخلني في بيروقراطيه او مشاكل كتيره جدا على او خطوات كتيره جدا في الحكومه لحد ما بحصل عليه. تعالوا نشوف example number 3. بيقول لي in my country it's the space for women to get married in white. بين اول جملة ان في البلد بتاعتي النساء بتتزوج باللون الابيض، وبالتالي هنا عارفين العادة دي، فخلاص بانت او ان هي ايه it's the custom in my. طبعا هنختار word number 3 اللي هي كلمة custom اللي هي عادة. طيب بعد كده example number 4 او المثال رقم 4 معانا بيقول لي we got stopped and searched at the Egyptian space. ها ايه رايكم هتبقى هنا او هنختار هنا ايه؟ got stopped هنا اللي هي باسف برضو او مبني للمجهول، نحن تم ايقافنا وتفتيشنا بواسطه Egyptian customs او الجمارك المصريه، فاحنا عايزين هنا كلمه customs. number 5 بيقول لي the children were wearing traditional national. ها باينه اهو يا شباب هتختاروا هنا ايه؟ نمبر 5 طبعا كلمه كاستيوم اللي هو زي او الزي القومي، تمام الزي القومي التقليدي، فباينه قوي كلمه كاستيوم. تعال نشوف المثال اللي بعد كده اللي هو نمبر 5 بيقول لي shops are being forced to put down their prices to attract space. طبعا المحلات تم اجبارها على خفض الاسعار لجذب مين؟ ايوه باين او اللي هو لجذب الزبائن، ففي الحالة دي انت محتاج كلمة customers اللي هي الزبائن. اخر حاجة معانا بيقول لي Mr. John has been a space of their firm for many years. طبعا firm هنا اللي هي equal company او شركة، وبالتالي Mr. John ده عميل عندنا في الشركة، فاحنا محتاجين كلمة عميل اللي هي كلمة client. يا تمام ممتازين طبعا حاجة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولو ده حصل ما ننساش ندعم الفيديو بلايك ونشيره، نوصل المعلومة في كل مكان وتسيب رأيك في الكومنتس أو في التعليقات. ولو لسه متابع جديد وأول مرة بتشوف الحلقات بتاعتنا، أتمنى تشترك معنا وتكمل معنا سلسلة اللانجوج نوتس، وكمان تكمل منهجك معنا أونلاين. ولو عايز تحجز منهجك سواء أولى أو تانية أو تالتة ثانوي على تطبيق نون أكاديمي، تدرس حصص مباشرة وكمان تعمل متابعة على الواجبات وامتحانات إلكترونية، ما تنساش تكلمنا على رقم الواتس اللي هيظهر قدامك دلوقتي. أشوفكم على خير الحلقة اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.